واكبر دليل على احتيال هؤلاء الاخوان المسلمين والسرورية ودعاة الفتنة لما انطلعوا المظاهرة ناس عبد الحي يوسف المسجد الاقصى قفلوا ولا بد يفتحوا. أرسل رسالة الى حكام المسلمين اقول لهم اتقوا الله، استحوا من الله، استحوا من الله. الله جل جلاله سائلكم عن المسجد الاقصى فماذا انتم قائلون؟ يا من وضعتم ايديكم في ايدي اعداء الاسلام واهله ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟ عما قريب سيزول ملككم، ستذهب رئاساتكم، ماذا تقولون لربكم جل جلاله اذا ذهبت عنكم الدنيا؟ الملك سلمان ضرب تلفون واحد حفظه الله جوا عينك يا اخواني، حفظه الله تعالى، ونحن بنشكر ما طمعانين في حاجة عنده، ما في مخلوق عنده لنا حاجة، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، لكن بنشكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فضرب تلفون واحد الملك سلمان حفظه الله، ضرب بفضل الله عز وجل فتح لهم أبواب الأقصى للمسلمين. الأخوان المسلمين قام غضبوا، بقى يشتموا في الملك سلمان. ليه؟ ليه؟ لأنه زي ما جاء في كتاب الأخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ، حقهم كتاب، حقهم ما حقنا، كتبهم ما كتبنا نحن، طبعهم ولا نحن، باعهم ما نحن، في شنو في الكتاب؟ قالوا كل ما يفلسوا الاخوان المسلمين بيرفعوا شعار قضية الأقصى، المسيرة الإسلامية الكبرى الغاضبة، نندد وندين ونشتب ونستنكر قضية الأقصى، صناديق قلت لك صناديق قدر الحفلة دي، ساهم معنا وشارك معنا. بعد 4 يوم تلقاهم راكبين لاند كروزرات، ده الاقصى الكروزر ده الاقصى. قالوا كل ما نفلس براهم، قالوا ما نحن، قالوا كل ما نفلس بنرفع شعار قضيه شنو؟ الاقصى. عشان كده لما الملك سلمان ساهم في ذلك بارك الله فيه وفي عمله، غضبوا الاخوان المسلمين وشتموا الملك وشتموا هذه الفعله الحسنه التي يرضاها كل مؤمن. والله يا إخوان ويا أيها المسلمون هنا وفي جميع العالم، ما في جماعة أفسدت كثيرا من المسلمين وتسببت في المشاكل والفتن والبلايا والتفجيرات والتقتيل والتشريد زي جماعة الإخوان المسلمين. عشان كده حتى شيوخ الليلة ما بيقول لك طوالي أنا إخواني عبد الحي يوسف قاعد في البلد دي سنين عدده، بعد ما طردوه كان في الامارات الدوش اللوط طردوه سنين عدده، ما قال انا اخواني الا قريب طلعت الحمد لله رب العالمين، سنين مدسوس محمد حسان ومحمد حسين يعقوب سنين، بل ده قالوا احنا سلفيين عديل، واحدين تانيين قالوا احنا حزب النور السلفي، ودي الاخوان مسلمين، لكن اسم سلفي ده جابوا له سببين. السبب الاول لأنه اسم الأخوان المسلمين بقى أخبث اسم، زي الحزب الشيوعي بقى اسم خبيث، بقى يقولوا جبهة ديمقراطية، يقولوا حركة حق، حركة القوة الديمقراطية الحديثة والجديدة، ديل بجاي اسم الأخوان المسلمين بقى شين، واحدين بقى يقولوا سلفيين، لأنه الاسم شين، ده السبب الأول. السبب الثاني استجلابا للدعم من بعض البلاد التي تدعم بعض السلفيين في بعض البلاد الإسلامية الأخرى، فقالوا إحنا سلفيين لله يا محسنين، مدوا يدينهم عشان يدفعوا لهم، ده كل الموضوع. لكن شوفوا ربنا فضحهم كيف سبحانه وتعالى، والله ربنا فضحهم فضيحة عجيبة جدا عجيبة.